السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة زيارة الفريق التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمهام التي يطلع بها هذا الفريق. وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن فريق لجنة الخبراء الدوليين التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار مهمة رسمية لاستقصاء واقع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقالت مصادر رسمية لقناة بلقيس إن مسؤولين في وزارة حقوق الإنسان استقبلوا الفريق الذي سينتقل إلى صنعاء في معرض لقاءاته مع كافة أطراف النزاع في البلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي المهام التي يمكن أن يقوم بها هذا الفريق وطريقة عمله، وهل يمكن أن يترك أثرا في ملف الانتهاكات في اليمن؟ كيف ستتعامل الحكومة الشرعية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مع هذا الملف؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. فريق لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة يصل إلى العاصمة المؤقتة عدن في مهمة رسمية لاستقصاء واقع انتهاكات حقوق الإنسان. مصادر رسمية قالت لقناة بلقيس إن مسؤولين في وزارة حقوق الإنسان استقبلوا الفريق الذي سينتقل إلى صنعاء في معرض لقاءاتهم مع كافة أطراف النزاع في البلاد. إذن هي مهمة إنسانية كما يبدو، لكنها أيضا لا تخلو من البعد السياسي والعسكري، بل هي في صلبه. ليبقى السؤال الآن: هل لدى الشرعية والمنظمات الإنسانية من الوثائق والرصد ما يمكن فريق الخبراء من الوقوف بالصورة المطلوبة على الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفته حرب الميليشيا، أم أنها ستكتفي بالنواحي الذي لا يسمن ولا يغني مع لجنة كهذه تعتمد في عملها على وثائق وأرقام وشهادات مثبتة؟ ثم إن ما ستخلص إليه اللجنة هل سيكون له التأثير المطلوب على مسار الأزمة في اليمن، أم الخلاصة ستكون شرحا وتوصيفا للحالة الإنسانية التي لا تخفى على أحد وستمر كغيرها من التقارير التي لم تنل من اهتمام المجتمع الدولي سوى الإعلان قبل أن يغلق عليها في إحدى أدراج المنظمة الأممية، أو تتحول إلى أداة يستجدى بها مزيد من الدعم الذي لن يقف حائلا أمام تفاقم مأساة اليمنيين؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وأيضا نرحب بضيفي أيضا عضو اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذة إشراق المقطري. مرحبا بك أستاذة إشراق. مرحبا، أهلا بك أستاذة إشراق. في البداية، طبيعة هذا الوفد الذي وصل اليوم إلى عدن؟ كما ذكرت ربما أستاذ في بداية مقدمة الحديث عن الزيارة، بأن هذا الوفد أو هذا الفريق هو فريق خبراء تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بناء طبعا تم تشكيله بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير في سبتمبر 2017، ليساعد أو يكون ضمن أعمال المفوضية في اليمن في تقييم حقوق الإنسان في أعمال الرصد والتوثيق وتوضيح مستوى الانتهاكات. لهذا فإن هذا الفريق هو جزء من نقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وربما لإزالة لمسه يختلف عن فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن. بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طبعا سمعنا أيضا أو كان لدينا تواصل حول وصول هذا الفريق الذي كان من المفترض أن يبدأ أعماله منذ سبتمبر 2017، ويعني بالمعنى أنه مر قرابة 5 أشهر تقريبا حتى هذه اللحظة لنبدأ العملية المباشرة أو النزول السيارات، وربما هذا الجدول كان هو لتفعيل عمل فريق الخبراء و نعم كافة نقول المؤسسات التي يمكن أن تساعد في تقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن. نعم، هل هذا الفريق أستاذ إشراق يشكل ضغطا ما ب يعني عمل اللجنة الوطنية أو يؤثر على عمل اللجنة الوطنية التي أنت عضو فيها، لا سيما بعد أن تابعنا في يعني العام الماضي كان هناك مشروع هولندي تقدمت به هولندا، يعني وكان هناك أيضا أصوات تطالب بإلغاء هذه اللجنة، هل هذا الفريق جاء نتاج لتلك المطالب ولذلك المشروع الهولندي؟
بالعكس، يعني باعتقادي بأن نقول الشراكة التي حدثت في مجلس حقوق الإنسان، والذي كان ربما فيه الكثير من عملية التوضيحات لأدوار اللجنة وتوضيح أيضا نقول للمشروع الأوروبي والمشروع الهولندي بضرورة المطالبة بلجنة دولية، وبالنهاية طلعت القرار بضرورة استمرار اللجنة الوطنية في أعمالها كمؤسسة وطنية وحيدة تعمل في مجال التحقيق وليس الرفض في كافة امتلاكات حقوق الإنسان في كل اليمن. وكان التعديل بأن يضاف لقدرات نقول ولمكونات المفوضية السامية لحقوق الإنسان فريق خبراء يقوم بعملية التقييم وقصد إنشاء الامتلاك. وبالتالي عملنا جدا نقول هو تكاملي، نعتبر هذا العمل تكاملي، لكن عملنا جدا مختلف. عملنا حدد من سبتمبر 2015 في قرار مجلس حقوق الإنسان، وقبل هذا حدد في قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012. نعم. والذي يتحدث عن مسألة التحقيق شبه القضايا الإجرائي وفق المعايير الدولية لأعمال التحقيق في حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. مهمتنا نعم أستاذة انتهاكات ما، إنما مهمتنا هو تحديد كافة الضحايا الذين طالهم الانتهاكات وتحديد أيضا المتسببين. طيب نعم أستاذ أشرق، إذن ما هو الجديد؟ نعم أستاذ أشرق، إذا كان عملكم هو تكاملي ولن يؤثر هذا على عمل اللجنة الوطنية، إذن ما الجديد لهذا الفريق؟ ما الذي سيعمله إذا كان يأتي بنفس الخطة التي وثقتموها أنتم وقمتم بها؟ أم هل أتى أيضا للإشراف والتحقيق مما رفعتموه أنتم في اللجنة؟ لا، عمل هؤلاء الفريق كما ذكرت هو مرتبط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبمكتبها في الشرق الأوسط وفي مكتب اليمن، بالتالي هو يفيد مكتب المفوضية في تقييم حقوق الإنسان، يعني بعيد عن عملنا، ليس له أي صفة إشرافية أو أي صفة أخرى. لكن نحن في اللجنة الوطنية نتعامل مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، الهيئات وعفوا منظمات المجتمع المدني المحلية الدولية الإقليمية في موضوع تبادل المعلومات في تقييم حقوق الإنسان، وبالتالي أي نقول مكون أو أي طريق أو أي يعني نطاق من النطاقات التي تهتم بحقوق الإنسان في اليمن وتساعد في الحد من هذه الانتهاكات نحن نقدرها أيا كانت هذه الآلية، وطنية أو إقليمية أو دولية. نعم. لهذا لا يوجد أي صفة إشرافية ولا أي صفة أيضا تقاطع، يعني لا يوجد تقاطع في تلك الصفات والمهام، نقول المهام منفصلة عن بعضها، لكن في النهاية كله سيصب يعني في مصلحة حقوق الإنسان، لكن هذا الفريق بالأساس يتبع ويدعم فريق المحامين. نعم. طيب حقوق الإنسان. نعم. ابقي معي يا أستاذة إشراق، نشرك معنا في الحديث البراء شيبان من لندن. مرحبا بك يا أستاذ براء. مرحبا وأهلا وسهلا بك وأهلا بالأستاذة إشراق. أهلا بك أستاذ براء. برأيك أنت يعني تشكيل فريق جديد من المفوضية السامية وبقرار من مجلس حقوق الإنسان، هل يأتي هذا في إطار دعم اللجان السابقة والفرق السابقة، سواء اللجنة الوطنية للدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أو فريق الخبراء الذي كان قبل فترة قصيرة باليمن ورفع ذلك التقرير الذي أحدث ضجة كبيرة، أم له أجندة أخرى؟ طبعا الإشكالية أنه دائما الناس تتساءل، وأعتقد أنه من حقها أن تتساءل، لماذا هناك العديد من هذه الفرق واللجان. أعلى لجنة لديها ولاية الآن فيما يخص باليمن هو فريق الخبراء، لأنه هو مشكل من بقرار من مجلس الأمن مباشرة. نعم. هذا الفريق هو مشكل بناء على القرار الأخير الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان. بالتأكيد هناك ضغط لمحاولة وجود فريق دولي للتحقيق في الانتهاكات. طبعا النظرة أنا بالنسبة لي لا زالت غير واضحة، هل هذا الفريق سيعمل ضمن أو لدعم اللجنة الوطنية أم سيعمل بمعزل؟ ما يتضح لي الآن أنه يحاول أن يعمل بمعزل عن اللجنة الوطنية.
أنا شخصيا من الناس التي لا الذي يعني لا أميل إلى تعدد اللجان لسبب بسيط. في أي قضية أي أزمة في حول العالم عندما تحصل تقوم كل هيئات الأمم المتحدة بمحاولة الضغط لإيجاد المزيد من اللجان والمزيد من الفرق والمزيد من الخبراء ومحاولة تدوير القضية أكثر. نعم. هذا يضعف تعدد اللجان سيؤدي إلى ضياع الحقوق، هذا ما تريد القول أستاذ براء؟ أنا أقول أنه المؤسسات الوطنية الآن بدل أن تتركز الجهود في دعم وجود مثلا اللجنة الوطنية أو حتى الهيئات الوطنية المحلية مثل أجهزة النيابة القضاء وغيرها، يتم التركيز عادة على اللجان الدولية. اللجان الدولية هي ستقدم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، هذا لا يساعد الآليات الوطنية أو المؤسسات الوطنية في استمرار عملها. نعم. كثير من الدول مرت بعديد من اللجان، وأنا دائما أضرب مثال بالصومال كونها دولة قريبة مننا كثير. الصومال عملت فيها لجان متعددة لا حصر لها، ولم تكن النتيجة بالقدر الذي يتوقعها الناس. نعم. فلذلك إلى هذه اللحظة هذه اللجنة تصوري أنا شخصيا ستحاول العمل بمعزل. لا أعتقد أن اللجنة الوطنية ستستطيع الضغط عليها بأن تعمل معها أو بطريقة تكاملية بشكل كامل. وأعتقد أنها فقط خطوة رأتها المفوضية السامية أنها الخطوة الأولى لإيجاد فريق دولي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. نعم. طيب أستاذ براء ابقى معي، وأيضا الأستاذ أشراق نشرك معنا في الحديث الآن وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ من عدن. مرحبا بك أستاذ نبيل. مرحبا بكم وبجميع السادة المشاهدين وبضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ نبيل. ها فريق جديد الآن من المفوضية السامية للتحقيق بالانتهاكات الحاصلة في اليمن، هناك ربما يعني الأستاذ براء كان له وجهة نظر أخرى أنه كلما تعددت الفرق وكلما تعددت اللجان كلما ضاعت الحقوق، وربما هو الآن تشريع لعمل لجنة أخرى قد تفقد اللجنة الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان المشكلة في اليمن، وربما لها أيضا رؤية أخرى، ما رأيك أنت؟ طبعا أنا أتفق مع الأستاذ براء في مثلا كلما زادت اللجان تكون يعني مضيعة لكثير من الحقوق وتعدد وجهات النظر وتعدد وتصبح الحقيقة مشتتة أحيانا. نحن عندما قبلنا بهذه اللجنة أو هذا الفريق كان على أساس أن هذا الفريق ما هو إلا فريق لتقصي حقائق معينة وتقديمها في مجلس حقوق الإنسان، وفي الأصل هو يأتي تحت البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان، أي أنه فريق داعم للآليات الوطنية وليس فريقا يتجاوزها. كان هناك يعني حتى المفوضية بذلت جهود كبيرة من أجل أن تجعل هذا الفريق فريقا دوليا معنيا بالشأن اليمني، لكن في الأخير لم يكن إلا تحت البند العاشر. وعليه نحن نعتبر أن هذا الفريق جاء لتقصي حقائق ولدعم اللجنة الوطنية كآلية وطنية أساسية. نعم. هي المعنية بتقديم التحقيقات. نعم. في اليوم الأول لوصول هذا الفريق أستاذ نبيل، ما الذي دار مع الفريق؟ ما الذي يعني قدمتموه لهم وما طلبوه منكم أيضا؟ دعني أقول أولا وجود شخصية حقوقية كبيرة كان لها كل التقدير مثل محمد كمال الجندوبي، وهو شخصية عربية حقوقية، هذا يجعل أيضا لدينا كثير من التفاؤل باتجاه هذا الفريق كبداية أولى نتعامل بها مع الفريق. الفريق في خطوته الأولى وصل إلى عدن صباح هذا اليوم، والوقت لم يشعفه إلا للقاءين فقط. اللقاء الأول كان مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ثم مع وزارة حقوق الإنسان ممثلة بالوزير وكادر الوزارة. ونحن تعمدنا في هذا اللقاء أن يكون هناك معرض للصور للانتهاكات، تعمدنا أن نقدم استغلالا للوقت
رؤية كاملة وتقريرا كاملا لفترة العام الماضي عن الانتهاكات. تعمدنا أيضا أن يكون هناك من ذوي الضحايا يتحدثون مع اللجنة، نعم، حيث كان هناك ممثل لرابطة أمهات المختطفين، وحضر معنا اليوم أيضا نجل الوزير محمود الصبيحي كشخصيات حقيقة يعني من المتأثرين بهذه الانتهاكات. البداية كانت مشجعة ومطمنة، وعقدنا أيضا مؤتمر صحفي تحدث فيه كمال الجندوبي عن أن الفريق ما يعني كل سعيه هو من أجل إثبات حقائق الانتهاكات وتقديم الدعم للشعب اليمني كصورة للحقيقة إلى مجلس حقوق الإنسان. نعم. طيب أستاذ نبيل، أبقى معي، أعود للأستاذ إشراق. أستاذ إشراق المقطري، الآن برأيك تعدد هذه اللجان وتعدد هذه الفرق الدولية التي تأتي للتحقيق، هل سيؤثر على عمل اللجنة؟ شيء سيشتت من الجهود التي تصب في دعم اللجنة في أداء مهامها؟ ربما يعني أتفق مع الأخ براء شيبان حول قراءته لتعدد مسألة الآليات، خصوصا أنها تعمل في آن واحد وفي وقت واحد. في موضوع الآليات أو آليات حماية حقوق الإنسان الذي كان معمول فيه في الأوقات العادية والطبيعية، كانت تبدأ من الشق الأولي وهو الآلية الوطنية، وفور نفاذ نقول القدرة أو نفاذ المسؤولية واستنفاذ طرق الطاقة الداخلية، كم تحول بعد ذلك إلى آلية بعد ذلك إقليمية أو آلية دولية. لكن الحاصل في اليمن أن هناك آلية وطنية قائمة بهذا العمل، ومقر أيضا أو حصلت أيضا على نقول المهمة أيضا والتكليف الشرعي أيضا القانوني حتى الدولي من قبل مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي كان يفترض إعطائها ثقة أكثر بأن تستمر في أعمالها دون أي تشويش. لكن طالما وجد هذا الفريق، لكن كما ذكرت يجب النظر إليه بالصفة التي وضعت له، وليس لجنة التحقيق وليس فريق تحقيق ولا يتبع مجلس حقوق الإنسان أو مجلس أو حتى مستوى أعلى نقول مجلس الآن، هو بالأساس فريق خبراء تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وبالتالي أي أنظر مهمته بأنه مرتبط أساسا بأعمال المفوضية وفق نقول أعمالها في تقييم حقوق الإنسان. لكن بالفعل يعني كثرة نقول اللجان وكثرة الخبراء خصوصا في اليمن منذ 2015، هناك فريق لجنة العقوبات الذي يعمل أيضا في شق حقوق الإنسان ويقوم في مسألة عملية قراءة وتحليل بعض الانتهاكات التي تحدث في عدد من المحافظات لتحديد منهجية الانتهاك الذي يطال اليمنيين من أي طرف من الأطراف. نعم. وبالتالي بالنسبة لنتائج أعمال الفريق فيما يخص موضوع حقوق الإنسان لن يضيف أكثر ما أضافه فريق لجنة العقوبة. نعم. طيب أستاذ الشراق، نعم بالفعل. نعم نعم، سؤال أخير فقط لضيق الوقت أودعك فيه، يعني ما الذي يميز اللجنة الوطنية للادعاءات في انتهاكات حقوق الإنسان عن بقية اللجان والفرق الدولية التي تصل إلى اليمن بقرارات دولية لتوثيق الانتهاكات ورفعها لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن؟ أحسنت. أول ربما نقول ميزة ما يميز اللجنة هو بأنها موجودة في الميدان، موجودة قريبة في كل المديريات في كل المحافظات، وبالتالي تختلف عن اللجان الدولية التي تعمل من مكاتب بعيدة ليس لديها نقول أدوات يعني في الميدان. أمر آخر يعني الخبراء في اللجنة الوطنية أو في اللجان الوطنية بشكل عام هم خبراء وطنيين محليين لديهم القراءة والقرب من كل هذه الانتهاكات ومن السياق. شيء آخر، مهمة اللجنة الوطنية ليس تحليل فقط نمطية الانتهاك أو اختيار نوعية من النوعيات، إنما هي التحقيق في كافة الانتهاكات، وبالتالي مهمتها بأن تقوم بإعداد يعني ذاكرة وطنية من البيانات يتم استخدامها بعد ذلك في كافة وسائل الانتصاف القادمة من القضاء ومن الملاحقة ومن المتابعة ومن التعويضات وما إلى ذلك من الأمور المرتبطة بالعدالة الانتقالية. بالتالي عملها أكثر حساسية مع المواطن مباشرة، ونتيجتها نقول أو آثار أعمالها سوف تكون له كثير من الأشكال، إضافة إلى تجهيز الملفات القانونية وعملية الملاحقة. هناك نعم. أيضا كما ذكرت مسألة الذاكرة الوطنية ومسألة قاعدة بيانات عامة كاملة لليمنيين يستخدمونها متى ما كان الوقت مناسب للحصول على كافة الحقوق والتعويضات. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأعود إلى لندن مع الناشط الحقوقي الأستاذ براء شيبان. أستاذ براء،
باعتقادك هذا الفريق هل يصب في مصلحة دعم الحكومة الشرعية وضد الإنقلابيين وتوثيق الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد اليمنيين، أم قد يكون التصور آخر وقد يخدم ميليشيات الحوثي؟ أستاذ براء، إذا فقدنا الاتصال ربما أحول السؤال للأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت قد سمعت ما سألت به البراء، تفضل أستاذ نبيل. أنا في رأيي الشخصي أن فرقة من هذا النوع إذا ما عملت بشكل حقوقي وبمنهجية حقوق الإنسان فهي لا تأتي من أجل أن تكون في خدمة طرف معين، لكنها مفروض أنها في خدمة الحقيقة. المطلوب نحن لا نريد أن يكونوا في مصلحة الشرعية ولا نريد أن يكونوا ضد طرف معين، نحن نريد فقط إثبات حقائق الانتهاكات. نريد من هذا الفريق أن يأتي ليعلم ماذا تقدم آليتنا الوطنية إذا كان هناك نوع من التشكيك بها في إطار هذا القرار، لكن نحن نقول أن آليتنا الوطنية آلية قوية وجيدة وقدمت تقارير تستحق الثناء، وعليه نحن نشعر أن أي إنصاف في العمل الحقوقي سيؤدي إلى دعم هذه اللجنة وإلى عدم تجاوزها، وبالتالي ليس لدينا أي تحفظات حتى في هذا الأمر، لأننا نثق في هذه الآلية الوطنية أنها ستفرض نفسها بشكل أو بآخر. نعم، سؤال أخير أستاذ نبيل، هناك كثير يتحدثون بأن للأسف يعني وزارة حقوق الإنسان والفرق التي تعمل في صالح الشرعية لا تجيد عرض الانتهاكات وتقديمها بالصورة التي ترتكبها هذه الميليشيا، وربما الانقلابيون وميليشيات الحوثية يتفوقون عليكم حقوقيا في عرض الانتهاكات، وعلى وجه التحديد مثلا ما يقوم بها الطيران التحالف العربي. شوف أخي العزيز، أنا طبعا لدي قناعة كاملة بأننا نتفوق حقوقيا ومنهجية حقوقية، لكن قد نكون لسنا بنفس المستوى في نسبة العرض الإعلامي، لكن على مستوى العرض الحقوقي والعرض أمام الهيئات الدولية بتقاريرنا التي نقدمها بالتأكيد لدينا الحجة والإقناع ولدينا المنهجية الكافية لأن تكون التقارير ذات مصداقية عالية. اليوم في إطار المعرض الذي وضع في وزارة حقوق الإنسان في قاعة التدريب التابعة للوزارة والتي تحمل اسم الشهيدة ريهام البدر، كان هناك معرضا يمثل جزء جيد من الحقائق الانتهاكات سواء على مستوى عمليات القتل الممنهج، استهداف المدنيين والأطفال والنساء بشكل خاص، أو على مستوى الاعتقالات من كل الدرجات سواء في المستوى السياسي أو في المستوى الحقوقي أو في المستوى المدني. أيضا كان هناك عرضا جيدا لقضايا تجنيد الأطفال وغيرها من القضايا الحقوقية التي نحن نقول أننا نثق تماما أننا أصحاب قضية وأصحاب حقيقة هي من ستفرض نفسها على الأرض، وهي ما ستقدم وجه الحقيقة لهذه الانتهاكات التي تقوم بهذه الميليشيات والتي لا تستطيع أن تدافع أو ترد عن هذه الأعمال القذرة التي تقوم بها. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، والشكر أيضا للأستاذ إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية لتوثيق الانتهاكات في اليمن، وأيضا الشكر للبراء شيبان الناشط الحقوقي. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميك، تمهي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان، حفظكم الله والوطن.